السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة جديدة من حلقات الربح من الإنترنت. هنشرح النهاردة وهنتكلم عن البوب أندر وعن إعلانات البوب أندر. يا ريت تحط لنا لايك الفيديو واشتراك في القناة لو كنت أول مرة تشوف فيديوهات مستر بومتك، ونبدأ الحلقة على طول. في البداية، هي الشركة بتاعت النهاردة اسمها بوب كاش، شركة ممتازة جدا يا جماعة في كل حاجة لإعلانات البوب أندر. زي ما انتم شايفين فيها الأدفايزرز وفيها الببلشر. فيعني انت لو عايز تبقى ادفايزر، اللي هو اللي بيسمع الاعلان وبعد كده يدي للبابليشر، طبعا الادفايزرز بياخد فلوس اكتر من البابليشر بكتير، يعني بكتير جدا، لكن طبعا محتاج انك تودع فلوس عشان لسه هتعمل الاعلانات وكده. يعني هنبقى نشرح موضوع الادفايزرز ده بشكل عام، يعني في حلقه منفصله ان شاء الله. فاحنا اتكلمنا النهارده عن طبعا عن البابليشر كالعاده. تمام، هي دي الواجهه بتاعت الشركه. زي ما انتم شايفين هنا حاجات لي، يعني معلومات كده عن الشركه. فاول حاجه كده تخش تعمل ريجستر عشان تسجل في الشركه. تمام، الفول نيم هنا تكتب اسمك، وهنا اليوزر نيم تحط اليوزر اللي انت عايزه، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد، وهنا تكتب رقمك، وهنا الكونتري بتاعتك، وهنا تحط مثلا، هنا تختار لو عندك اي حاجه من دول، لو مش عندك فاكيد عندك ياهو، وهنا تكتب ايميل ياهو. بعد كده هي نوت ريبوت دي تعملها، وطبعا وهنا تعلم على دي صح، وبعد كده تعمل ريجستر، هيسجل معاك بكل سهوله. بعد كده هنا ترجع تعمل لوجن، طبعا هتعمل التسجيل والاكتيفيت من الجيميل. تمام، هيكتب هنا اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده تعمل لوجن. تمام، هنا بعد ما عملنا لوجن هنا نبدا في شرح الشركه. هنا الداشبورد بتاع البابليشر ده اللي احنا لينا علاقه بيه، اما الباقي ده ملناش علاقه بيه. تمام، هنا اول حاجه تعملها ويب سايتس عشان تضيف الويب سايت بتاعك. هتعمل هنا اد نيو ويب سايت، وتحط هنا الدومين، وبعد كده هنا تحط التخصص، وبعد كده تعمل اد ويب سايت. تمام، هيتضاف معاك بعد ساعة نص ساعة كده، هيبقى بيندنج شوية، بعد كده يتضاف على طول، ما بياخدش اكتر من نص ساعة او ساعة. وهنا طبعا الريبورتس عشان تعرف الريبورتات بتاعتك. زي ما انت شايف السي بي ام هنا عندك 50 سنت او 47 سنت سي بي ام، وده طبعا عشان الدول العربية. هنا عندك 14 سنت ده يوم 30، وهنا طبعا عندك يعني التوتال على طول، فبيديك المتوسط يعني بتاعت السنتات، وبيديك الريفينيو. طبعا انت شايف 3 و5 ومش عارف ايه، حاجات بسيطة جدا عندي يعني في الصفحات. طبعا لو عندك ارقام كويسة فاكيد هتلاقي عائد كويس جدا ان شاء الله. وطبعا ده السي بي ام بتاعي يعني عشان هنا دول عربية وكده. تمام، هنا سيبك من الريبورتس هيستوري دي مالناش علاقة بيها، وهنا تحط على جيت كود عشان اول ما تخش على طول تعمل جيت كود. هنا هتحط الويب سايت تعمل جيت كود عشان طبعا يشغل لك البوب اندر. هتاخد الكود ده وتحطه في البلاجر بتاعتك على طول مباشرة في التخطيط، وهيشتغل معاك على طول. طب هنا الادفايزرز والحاجات دي مالناش دعوة بيها، هتروح هنا عند الريفرال. تمام، اذا ما انت شايف ده الريفرال بتاعك بيديك 10% 10% عن كل واحد بيسجل تحتيك، بيديك 10%. زي ما انت شايف كده، تاخد طبعا ده عشان ده اللينك بتاعك، ده اللينك بتاع الريفرال ده لو عايز تحطه في المدونة او حاجة. طيب هنيجي هنا لأهم حاجة بقى، البيلنج. هنا ازاي تسحب ارباحك، تضغط هنا على كاش اوت. جميل، هنا اقل عائد للربح هو 10 دولار، اقل حاجة ممكن تسحبها 10 دولار. تمام، الباي اكونت هنا بتختار الاكونت اللي انت عايزه، باي بال، بايزا، باكسون، هو طبعا كلنا باي بال او معظمنا يعني. هتحط هنا اكونت الباي بال، وبعد كده تعمل ريكويست كاش اوت. هنا بتكتب الرقم اللي انت عايز تسحبه، ولكن طبعا بالتاكيد ان مفيش طبعا ارقام، فمش هيقول لك يعني مش هيقول لك في الاكونت مانجر او في اللي هو الاكونت سيتنج اختار الاكونت بتاعك، لا انت بتختار وانت بتسحب الفلوس على طول. هنيجي نخش هنا على الاكونت مانجر ونشوف كده، بيقول لك ايديت بروفايل، عايز تغير حاجات في البروفايل بتاعك، تشينج باسورد، عايز تغير الباسورد، ايديت بيلنج انفو. زي ما انت شايف دي حبه حاجات كده عايز تكتبها عادي. انا يا جماعه الحاجات دي ممكن ما تتكتبش عادي، ولكن طبعا عشان الموقع صادق وكل حاجه، فعايز تكتب الحاجات دي اكتبها. تمام كده، ما اعتقد ان مفيش اي حاجه لسه في الموقع ما اتشرحتش، ولكن يا جماعه زي ما قلت لكم الموقع ده ممتاز جدا 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 لاعلانات البوب اندر، ممتاز جدا، والسي بي ام بتاعه عالي جدا، ولكن طبعا الدول الاجنبيه، الدول العربيه ممكن يوصل لدولار، دولار ونص بتاع حاجه كده يعني، لكن يوصل اكتر من كده ده صعب جدا للدول العربيه. وطبعا زي ما انتم عارفين اعلانات البوب اندر دي، اول ما تخش على المدونه بتضغط على اي مكان فاضي، اول ما تخش على الموقع بتضغط على اي مكان فاضي، فعلى طول بتظهر الاعلان بتاع البوب اندر. فعشان كده يا جماعه زي ما قلت لكم ان الاعلانات دي بتبقى ظاهره ومتشافه على طول. ما طبعا لو دخل هو جوه الاعلان نفسه وضغط عليه، فطبعا هتاخد عائد اكبر من كده بكتير، لان دي تعتبر كليك. وبس كده، اعتقد ان مفيش اي حاجه تانية تتشرح في الشركه.
فلو عجبك الفيديو لايك للفيديو واشتراك في القناة لو كنت أول مرة تشوف حلقات مستر بومتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.